كيما اليوم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 8 نوفمبر 1911، اليوم الثاني من انتفاضة الجلاز. بعض المتظاهرين حاولوا باش يدخلوا مقبرة الجلاز وأقدموا باش يدافعوا على المقبرة ضد مشروع بلدي، لكن أعوان الشرطة تعرضوا لهم وانفجرت صدمات كبيرة. اشتدت الأحداث وقت لتقتل وليد برصاصة أطلقها إيطالي من بلكونة وقت اللي رأى حشود غفيرة في مدخل مقبرة الجلاز. وقتها تصعد الأمر وكبرت الحكاية في أعقاب الجريمة هذه، وتفجرت انتفاضة في أحياء عديدة من مدينة تونس. أصفرت الاشتباكات بين التوانسة والجالية الإيطالية، وتحطوا برشة توانسة في الحبس، وتسلطت عليهم عقوبات تراوحت بين السجن مدى الحياة والأعمال الشاقة، وتم إعدام 2 منهم تحت شفرة المقصلة بتهمة قتل شرطي فرنساوي. 8 نوفمبر 1911، أحداث مقبرة الجلاز. يرجع أصل المواجهات هذه الإعلان البلدية عن مشروع تسجيل أرض المقبرة في الوقت اللي هي كانت عقار ديني معروف بالحبس، ما يمكنش التفويت فيه. وانتشرت دعوات للتظاهر في الجلاز بشكل كبير من طرف الشباب التونسي في الأيام السابقة للمواجهات، وما تأخروش السكان على تلبية النداء. القطرة اللي أفاضت الكاس، وقت اللي مات الوليد التونسي برصاص الرجل الإيطالي، اتقلبت المظاهرة لانتفاضة كبيرة ضد الشرطة والسكان الإيطاليين، واستمرت الصدامات بين الطلين والتوانسة حتى النهار الموالي في أحياء مختلفة من تونس العاصمة، كما باب جديد وباب سويقة وباب سعدون وغيرهم. وكانت الحصيلة عشرات من الوفيات من الجانب التونسي، تراوحت بين 20 و50 قتيل و7 و8 وفيات من الجانب الفرنساوي، وكانوا من بين أعوان الأمن الفرنساوي وصفوف المدنيين الإيطاليين. في العاصمة الفرنساوية ركزت الصحف على حقيقة مفادها أن الشغب هذا يقوم على كراهية تجاه الطلين، لكن من جهتها وجدت حركة الشباب التونسي اللي شكلتها نخبة مثقفة من التوانسة مقربة من الحركات القومية العثمانية نفسها، وجدت نفسها في مرمى النار على إثر اتهامها وعلى رأسها علي باش حامبة بتغذية كراهية التوانسة إزاء الطلين وأهدافها التوسعية في ليبيا. جاءت ردة فعل السلطات من الطرف، مئات الاعتقالات، مرسوم صادر في الرايد الرسمي نهار 8 نوفمبر 1911، منع التجمهر والتجمع والتوقف، منع تشكيل أي مجموعة تضم أكثر من 3 أشخاص. أي شخص يتواجد في الطريق العام بعد 9 متاع الليل يتم اعتقاله، وتراوحت العقوبات من 15 إلى 3 أشهر سجن. في 23 أكتوبر 1912، حضرت فرنسا لأول مرة لتونس مقصلة على قطار قادم من الجزائر، وكان مع المقصلة السفاح لابيير المختص في قطع الرؤوس. وكان المشهد مرعب قدام الناس، تم قطع رأس الشاذ لابن عمر القطاري والجرجار، الشيء اللي زاد من غضب الشعب على المستعمر الفرنساوي. تم إعدام الشاذ القطاري البالغ من العمر 21 عام والمنوبي الجرجار اللي كان عمره 30 عام. تم إعدامهم بتهمة قتل الجدارمي الفرنساوي فرونشي ومحاولة قتل أعوان آخرين. تم إعدامهم تحت شفرة المقصلة نهار 26 أكتوبر 1912. رحم الله شهداء أحداث الجلاز وجميع شهداء الوطن. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كيما اليوم.